السلام عليكم. يا صباح الفل على حضراتكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. احنا النهاردة في مكان غريب جدا 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 علينا شخصيا، واخد حضراتكم رحلة حلوة جدا في منطقة اسمها العرائش، منطقة تبعد عن اسبانيا 15 دقيقة. المنطقة هنا بيور جدا، مختلفة تماما عن كل المناطق في المغرب، فيها كمان طبع خاص حتى في الناس اللي عايشين فيها. فيها سوق بقاله أكتر من 100 سنة، السوق ده هو من 1942، هو كمان اتبنى منه 2 في العالم، واحد في أسبانيا والتاني موجود هنا في العرائش في المغرب. يعني اللي عنده فراخ بيجي يبيعها، اللي عنده بيض بيجي يبيعه، سوق سمك كبير جدا، سوق لحوم كبير جدا، كله في نفس المكان وكله بأسعار غير متوقعة. هو الفكرة إن سوق السمك كمان اللي جوه، إنك تخش تشتري سمك، هتشتري سمك، في حاجات مختلفة، أكيد في حاجات مختلفة. أنا بحب المغامرات، بحب نروح آخر حتة عشان نشوف اللقمة الحلوة فين، عشان نجيبها لحضراتكم إن شاء الله في برنامجكم أحلى.
طبيعية بطبيعتها حلوة، فطريقة وتجربة مختلفة. أتمنى يكون عجبنا حضراتكم. من العرائش آخر حتة في المغرب على بعد أسبانيا ربع ساعة، ورا مني المحيط الأطلنطي، آخر المحيط ده أمريكا. موضوع كبير جدا اللي جابني هنا الأكل واللي عادني هنا الأكل، وصباح الفل وأحلى أكلة.